بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده هنكون مع فريق كره السله رجال في مباراته الثالثه في سلسله مباريات قبل النهائي ما بين الاهلي والزمالك في دوري السوبر موسم 23-24. بنفكر حضراتكم النادي الاهلي فاز بالمباراه الاولى والثانيه، المباراه الثالثه النهارده. هل النادي الاهلي هيؤكد وينهي هذه السلسله ولا هيكون نادي الزمالك له راي اخر ويعطل مسيره النادي الاهلي؟ خلينا اوضح لحضراتكم، لان الحقيقه يعني الكثير من المشاهدين تساءل ليه بنلاعب نادي الزمالك 5 مرات او 3 مرات، ليه احنا يعني المعروف دايما بتبقى مباراه. اتحاد السله في بدايه الموسم قرر ان قبل النهائي يكون بيست اوف 5. يعني ايه بيست اوف 5؟ يعني الافضل في 5 مباريات، اللي بيفوز ب3 مباريات من الخمسه بيتاهل للدور النهائي. طب النهائي هيكون ازاي؟ نفس الكلام، 5 مباريات ان شاء الله يكون النادي الاهلي طرف في النهائي، 5 مباريات مع الفريق الاخر اللي بيفوز ب3 مباريات الاول هو اللي بيتاهل او بياخذ الكاس او يعني بيتخطى هذه الخطوه. طيب المباراتين اللي فاتوا الحقيقه كان بيتحملها 4 لاعبين، يعني كانوا افضل لاعبين، مصطفى كيجو، عندك ايهاب امين، براندون، وعمرو الجندي. الرباعي ده يعني كان عليه العبء اكتر على المباريات اللي فاتت، ويمكن كمان يعني مصطفى كيجو كان اعلى واكتر افشنسي حصلت في او جابها في المباراه اللي فاتت ب 18 ريباوند 18 ريباوند من 40 ريباوند جابهم الفريق. ريباوند يعني استحواذ، يعني الكره بتتشاط، كره في الهواء، هو بينط ياخدها وينزل بيها، هو ده الريباوند. احنا بنقول مصطلحات عشان الساده المشاهدين يعني يتابعونا ويعني لان احنا هنتكلم النهارده فنيا باكتر شويه من كل مره عشان نحط الساده المشاهدين في فنيات اللعب اكتر. الحقيقه قبل ما نتناول المباراه فنيا وتحليليا وشوف راي ضيوفي، برحب بيهم في البدايه، برحب بكابتن طاهر رجب نجم نجوم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر. اهلا بك كابتن طاهر. اهلا بك يا كابتن هيثم، واحنا سعيدين جدا بتواجدنا في القناه باستمرار، وتغطيه جميله، وشكرا ليك وشكرا للقناه كمان وقائمين عليها. اهلا بك يا كابتن، منورنا. كابتن محمد السلعاوي اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن هيثم، وفرصه سعيده، واحسن حاجه اللي انت بتتكلم في الاحصائيات لان الاحصائيات هي الباسكت. نعم.